رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. تشاهدون في رمضان على قناة السلام. الله هذا التقسيم الذي وضعه العلماء ليعلمونا كيفية التوبة وليس الاستهانة بالذنب. الإنسان إذا انشغل بالبلية عن المبتلي أصبحت البلية حجاب بينه وبين الله، لا يفهم حكمة الاختبار. أكبر عقوبة للعالم عندهم احبسه مع واحد جاهل يجعله يكره حياته ويكره المجلس ويكره المكان الذي هو فيه. من أصعب وأشد الأمور على النفس أن تتعامل مع جاهل. برنامج ونزداد إيمانا مع الدكتور خالد عبد العليم قريبا في رمضان على قناة السلام.